السلام عليكم. المقابلة ساسولو روما، شفنا كيفاش المقابلات، مقابلة اللي كانت الشوط أول تعادل، الشوط الثاني فانيك مقابلة تاع تضييع أهداف. شفنا ساسولو كيفاش ضيع أهداف، شفنا كيفاش شفنا بزاف فرص ضائعة من طرف ساسولو، خاصة ساسولو في الشوط الأول. شفنا كيفاش المقابلة اللي ما نقولوش بلي مقابلة ما فيهاش أهداف، بصح مقابلة كان فيها متعة في اللعب، كان فيها متعة في اللعب، فيها حماس كبير، خاصة وين روما الاسم تاع روما اسم ليوجن. شفنا كيفاش ساسولو عرف كيفاش يحافظ على النتيجة تاعو. شفنا الشوط الأول، شفنا خاصة المدرب تاع ساسولو، شفنا المدرب روبارتو كيفاش عرف كيفاش يحافظ على النتيجة تاعو في الشوط الأول. شفنا كيفاش دار ضغوطات كبيرة على روما في الشوط الأول، وين ضيعوا أهداف، خاصة وين نقولوا باللي المهاجمين تاع ساسولو ضيعوا أهداف. شفنا كيفاش المهاجمين وين دومينيكو فيليب جيريمي مانويل، هذو اللي ضيعوا اهداف خاصة في الشوط الاول والشوط الثاني. شفنا كيفاش روما فانيك للمدرب تاعها عمل، شفنا كيفاش كلوديو رانيني وين عمل تغييرات من اجل تسجيل اهداف لكن بدون جدوى، خاصة وين فانيك شفنا ما ننساوش الحارس انطونيو تاع روما اللي انقذ المرمى تاعو، خاصة خوان فانيك المدافع هذا اللي يلعب وعرف كيفاش يحبس مدافع مهاجمين تاع ساسولو. شفنا كيفاش الشعراوي اللي ضيع هدفين في الشوط الثاني، شفنا ايدن ديكو، شفنا بريان اللي ضيع فانيك اهداف، هذو اللي نقولوا باللي ضيعوا اهداف كانت محققه لولا الحظ اللي ما مشاش معاهم. هذه هي البطوله الايطاليه وين تتميز بالتعادل بالصفر لصفر، هدفين لهدفين، ما نقولوش باللي قليل ونشوفوا ريزلتا كبيره ولا بطليه، خاطر علاه النزعه تاعها دفاعيه، بطوله دفاعيه وين نقولوا باللي هذا هو الفرق اللي عندهم تقاليد، عندهم شخصيه تاعهم، لاعبين كل فريق يريد الفوز. لكن شفنا كيفاش اليوم كانت المقابله 0-0، شفنا كيفاش ساسولو عمل كل شيء من اجل الفوز، روما عمل كل شيء من اجل مخادعه ساسولو في الملعب تاعو لكن بدون جدوى. صحيتو.